كنت طالع الساعة 12 بالليل أجيب سحور، فسمعت من شارع الجيش، فلقيت ناس كتير عمالة تجري، جيت شوف عمالة تجري وناس عمالة تقع في الأرض، وفي سمعت صوت ضرب نار، رحت جيت طلعت أجري وأنا بجري لقيت ضرب النار عمالة تجري، لقيت الحريم منقبة عمالة تجري برضك، وعمالين يوطوا يمسكوا دول ويضربوا. رحت أنا بجري رحت جيت بتداري ورا عربية، وأنا بتداري ورا عربية رحت جيت واخد طلقة في جنب روحي. مش الناس أخدوني وشالوني، رحت جيت رايح على وديني الإسعاف، ورحت طالع مستشفى تأمين الصحي. رحت عند مستشفى تأمين الصحي قاعدين يومين في المستشفى، كانش لسه طلعوا الطلقة. يوم التالت دخلوني العمليات، دخلت العمليات وطلعت قعدت 3 أيام في العناية المركزة. بقيت المهام مركزة، وبعد كده طلعوني باسم القسم الجراحة. فكل يوم الدكتور يجي يكشف عليا لسه، أقول لا ده إيه ده، في ريش بس عند القلب مش هينفع نطلعهولك، لو طلعناهولك هتتعب. فأبويا كان عايز يطلع الدكتور، عايز يطلع الريش، فبقول له بابا مش هيطلع، فالدكتور بيقول لك أهو، قال لي لا اسكت أنت. فهو قعد يسأل هنا ويسأل. ففي واحد معرفة فجابوا لحد المستشفى هنا، فطلعوا لسه، قولي لا ده ايه ده، في ريش بس عند القلب مش هينفع نطلعهولك، لو طلعناهولك هتتعب. فأبويا كان عايز يطلع الدكتور، عايز يطلع الريش، فبقول له بابا مش هيطلع، فالدكتور بيقول لك أهو، قال لي لا اسكت أنت. فهو قعد يسأل هنا ويسأل. ففي واحد معرفة فجابوا لحد المستشفى هنا، فاتصلوا بالمستشفى هناك فعرفوا ايه، فكانش ما فيش رايش عند القلب، فطلع الطلقة لسه في الكبد، لسه محطوطة في الكبد، ما اعرفش ايه ما كان. هما جم هنا اهو واتصلوا بالمستشفى هناك عرفوا، فالدكتور كان معاهم هناك فكشف عليها وكده، فكلم الدكتور هنا فقالوا ما هتقوم، فاتصلوا بالمستشفى هناك فعرفوا ايه، فكانش ما فيش رايش عند القلب، فطلع الطلقة لسه في الكبد، لسه محطوطة في الكبد، ما اعرفش ايه ما كان. هما جم هنا اهو واتصلوا بالمستشفى هناك عرفوا، فالدكتور كان معاهم هناك فكشف عليها وكده، فكلم الدكتور هنا فقالوا ما هتقوم، فاتصلوا بالمستشفى هناك فعرفوا ايه، فكانش ما فيش رايش عند القلب، فطلع الطلقة لسه في الكبد، لسه محطوطة في الكبد، ما اعرفش ايه ما كان. هما جم هنا اهو واتصلوا بالمستشفى هناك عرفوا، فالدكتور كان معاهم هناك فكشف عليها وكده، فكلم الدكتور هنا فقالوا ما هتقوم. اللي ضربوك بالرصاص؟ لا طب اوصف لنا الناس اللي كانت بتمسك الخطوش، كان شكلهم ايه؟ ناس عادية، بس ساعتها كان الشيوخ، كانت ماسكة سلاح أبيض، كان ماسكة سيوف وكده. الشيوخ اللي ماسكة السيوف؟ كانوا ماسكين سيوف وكده، والناس تانية عادية كان ماسكة فرودة وكده، كان معاهم كان بيضربوا نار. تعرف حد من الشيوخ دول؟ لا ولا بتشبه عليه؟ ولا ما شفتهمش. في حد من زمايلك تاني صف أو جيرانك؟ لا أنت بس. هو أنا متفق صغنن ده. يضربوا مين؟ يوسف استشاري الجراحة والمناطير في مستشفى السويس العسكري. الحالة اللي هي هو أخذ طلق ناري في الجانب الأيمن، الطلقة دخلت من الغشاء البلوري للرئة اليمنى وخرمت الحجاب الحاجز واستقرت في الكبد. عملت استرواح ونزيف في الرئة اليمنى ونزيف للبطن. تم عمل عملية استكشاف للبطن وفي تفريغ النزيف، وتم عمل أنبوبة أنبوب على الصدر وذلك لعلاج الاسترواح. والحالة مستقرة حاليا وياخد احسن رعايه ان شاء الله في المستشفى. هو جه ليه بقى؟ تحول ليه؟ تحول من مين؟ التحويل ده تصديق من اللواء اسامه قائد الجيش الثالث، صدق ان هو يجي يكمل علاجه ويستكمل علاجه ويستشفى كله مجانا على حسب القوات المسلحه. وذلك رعايه لكل المصابين في الحوادث والمظاهرات. في ناس جابت لي
حد اسمه الشيخ علاء. اسمه الشيخ علاء ايه؟ شايف شكله ايه؟ طيب هو صايف هو لابس نظاره؟ لا هو كان جاي روايه وكان جاي روايه فهو فكر اللي هو كان عايز يزور، ففي ناس عرفت اللي هو كان جاي اصلا يتنزل على المحضر. وانت كنت عملت محضر؟ اتهمت في كان كل اخوان بيه من المنارات الطلقه اللي جت فيا. يعني هو كان جاي فاهم ان انت عايز تنزل على المحضر؟ بس هو كان فاكر اللي هو كان جاي يزور فناس عارفين اتنين، فناس فهمته اللي هو كان جاي عايز يتنزل على المحضر. جاي عشان يشكرك او يقنعك انك تتنزل على المحضر؟ لكن انت ما تنزلتش عن حاجه زي كده؟ لا. كان هو لوحده الشيخ ده ولا كان حد تاني معاه؟ معاه واحد تاني. ما تعرفش التاني ده مين؟ لا. عرضوا عليك فلوس او عرضوا عليك حاجه؟ لا. وانا اقول لك ايه؟ ده هما انا كنت ساعتها كنت لسه كنا لسه طلعنا من العيال من المركز، كنت نايم، فهم لما صحيت فهو ففهمني وكده قال لي في ناس جات لك كده. فاهم بقى لما بعد كده فهم اللي ممكن عايزين يجي يتنزل على المحضر. بس تمام ايه اللي حصل بقى؟ اديته فلوس قلت له خد روح، انا سحور الكلام، خد بعضه راح مشي. شويه بعدين بقى ممكن كده بساعه قال لي فين مصطفى، قلت له احنا بنسحوره تاني. قعدنا نستنى يجي ما يجيش، استنى يجي ما يجيش، طلبنا الفجر ده رحت بقى قعدت اعيط قلت له على فكره ده في ده بنار في الاربعين وده البيضه وده لسه ما جاش. قال لي اسبوعي بس ياكل بسبب الفجر ولا حاجه. كلمتنا قاعدين وصلنا ده في تليفون واحد صاحبه جه وقال لي مصطفى اتصل بيك والتليفون مقفول، راح متصل بيا انا ومدير في النار وفي المستشفى بتاع خد الدرس اللي بتاع التامين. رحنا خدنا حتى انا وابوه، رحنا خدنا تاكسي ورحنا متفق ايه اللي واخد طنطان منه في الظهر. قعدت اعيط بقى مش عارف ايه في الاول. بعد كده خدوه قعد ثلاث ايام مع يعني ما فين الجرح يعني مربطين بس ما اتعملوش عمليه ولا اي حاجه ساعتها. ماشي كلمتني عادي قال لك ده محتاج دم ومش عارف ايه وكده. في دم في المستشفى ما فيش، خدت بعد رحت تبع المستشفى ال 40 اسال على دم قال لك لا ده ما فيش الفصيله بتاعته. رحت اشترينا بقى دم منهم وكده ورجعت تاني للدكتور علقوا له كده وحكيت له بقى ايه، قال لك لا لازم الدكتور يجي يشوفه وجرح بعد ما الدكتور مش عارف اسمه مش عارف العمليه دي. وين كان جابه هنا المستشفى العسكري؟ ما هو بقى لما اتعمل له عمليه من يوم الثلاث الساعه 3 قعد فيها 3 ساعات اتعمل له عمليه وكده. بابا بقى ما سكتش كل ما الدكتور يجي لا ده الطلقه طلعت، الدكتور يجي لا ده الطلقه لسه، الدكتور يجي لا ده ما فيش حد دراوش. بس طبعا هو ما سكتش. في ناس بقى تتكلم ان هما اللي هما طبعا مش عارف ايه كده الحزب هو بقى مش عارف اسمه حزب ايه كده اسمها مدام هدى، هي مدام هدى ابراهيم جت هنا وقال لها احنا مش هنسكت وكده وهنتصل مستشفى الجيش مش عارف ايه مش هيسيبوه. بصراحه اول ما كلموا واتصلوا راحوا بعتوا بقى ضابط، كان هو بقى عامل العمليه وطلع من المستشفى بقى له ثلاث ايام اللي هي العنايه. جم بقى اتصلوا بينا وجم امبارح بصراحه يعني على طول وصلنا بقى لهم تبع الجيش الدكاتره بقى شافته مش عارفه ايه، وراح الدكتور قال لك خلاص لازم تمضي على اقراء. مضيت انا على اقراء عشان قاعده معايا عشان نروح لهم مش اطمن بقى وده على ده على ده مسكين على مسلمين على ده. تقولي ايه بقى للشيوخ اللي هم ضربوا ابنك دول؟ ما هو الحزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل ان شاء الله يقومك بسلام حاجه باذن الله. باذن الله. الدكاتره طمنوك على ابنك؟ بيقولوا انا بس بصراحه اول ما جينا امبارح عملوا له اشياء وطمنوا عليه وقالوا لي لا ما فيش كويس الحمد لله. على فكره ده هو كبير اخواته، انا معايا مع بنات غيره يعني يعتبر هو خلص يعني المدرسه وخلص مع ابوه واشتغل وكده الحمد لله. ربنا يوفقك ان شاء الله. دينا بتقعد دلوقتي يعني هو بيساعد والده؟ هو اللي واقف معايا حسب الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منه. في مين بقى؟ في الارهاب. في ايه؟ هو اصلا محمد بوس ما عملش اي حاجه، عمل ايه؟ ولا اي حاجه. من ساعه ما مسكها سنه الدنيا خربت الدنيا ولا عمل اي حاجه. الحمد لله.